شهر الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يسر وزارة الأوقاف أن تقدم لحضراتكم هذه السهرات الإيمانية احتفالا واحتفاء بشهر رمضان المعظم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خلاله الصلاة والصيام والقيام. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به سهراتنا الإيمانية هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير، صوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا شدود صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة البقرة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وذلك في إطار احتفالنا بسهرات هذا الشهر الكريم شهر رمضان. الآن نستمع إلى هذه الكلمة حول استقبال شهر رمضان المبارك من فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد العزيز عثمان من شباب علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، بعد سويعات قليلة قادمة ستستقبل الأمة في مشارق الأرض ومغاربها ضيفًا عزيزًا كريمًا، فكل عام وحضراتكم بخير. وشهر رمضان له من الفضائل والمزايا والخصائص ما ليس لغيره من الشهور والأزمان، فلا تتوهم يا أخي أن شهر رمضان كغيره من الشهور والأزمان، فلقد خلق الله جل وعلا الشهور والأزمان فاصطفى شهر رمضان وأنزل فيه القرآن وأوجد فيه ليلة القدر، من قام بها فهي عند الله جل وعلا خير من ألف شهر. وشهر رمضان له من الفضائل والمناقب، وأرى أن أعلى فضيلة ومن أعلى المناقب التي خص الله جل وعلا بها شهر رمضان أنه جعل صيام رمضان فرض عين على المسلم البالغ العاقل المستطيع الذي لا عذر عنده، وهذا من أرق صور الرحمة بهذه الأمة الميمونة،
إذ لو كان الصيام نافلةً أو سنةً لصامه البعض وتركه البعض الآخر. فبصيام يوم واحد يباعد الله جل وعلا وجهك عن النار 70 خريفا، كما في الحديث الوارد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما واحدا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن مناقب شهر رمضان وعبادة الصيام أنها توصل المسلم إلى مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين. والإحسان أن يكون عندك رقابة ذاتية، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن مناقب شهر رمضان أنه يوصل المسلم إلى مرتبة التقوى، فلقد بدأ الله جل وعلا عبادة الصيام بالتقوى، وختمها أيضا بالتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما ختمها الله جل وعلا بقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وأبشرك أيها الصائم بأنك إن التزمت بالتقوى وحققت التقوى فسوف تخرج من رمضان وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي المصطفى قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أدعو الله جل وعلا أن يرزقنا هذه الأيام الطيبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه كلمة قدمها لنا فضيلة الدكتور جمال عبد العزيز عثمان من شباب علماء وزارة الأوقاف، حدثنا خلالها عن كيفية استقبال شهر رمضان المبارك. الآن إخوة الإيمان والإسلام، نرفع أكف الدعاء والضراعة إلى الخالق عز وجل في هذه الأيام المباركة وفي هذه اللحظات الطيبة، ونبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمود أعوض الله. رمضان أتى بالخير ألوانا، رمضان أتى بالخير ألوانا، فاملأ كؤوسك يا من كنت ظمانا، وانعم بشهر الرضا، وانعم بشهر الرضا، واطعم حلاوته، واغسل بفيض الهدى روحا ووجدانا، واستغفر الله من قول، واستغفر الله واستغفر الله من قول ومن عمل، واسأله من فضله عفوا وغفرانا. شهر تجلى فيه الوحي
ساعتها شهر تجلى فيه الوحي ساعتها غنى الوجود غنى الوجود غنى الوجود بصوت الحق ألحانا جبريل ضم محمدا وقال له اقرأ حملت من الرحمن قرآنا فاشكر إله الورى فضلا وعرفانا النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه.